انا غادي نقول لك واحد الحاجه، غادي نقدر نفاجئك. انا من 2004 ما بقيتش كنشوف المباريات ديال المنتخب المغربي. علاش؟ لان في 2004 كنا لعبنا ضد تونس، كانت النهائي، انا كنت في لي زورجونس لان تطويت على 4، حيت انا من انا كنت انا كنلعب كره القدم، ومن يعني من الهواة كره القدم، والفرق الاجنبيه كلها كنعرفها وداكشي يعني من صغري، وانا كره القدم شي حاجه مهمه بالنسبه. ولكن وليت غير كان يعني انا في اخبار كنشوف الاخبار من خلال الغوات، الا كان كنقول اوف ربحنا، الا ما كانش كنقول ما ربحناش. ولكن شوف اش غادي نقول لك، سي فغي كانوا بعض الهفوات اللي وقعت، ولكن ما خصناش ننزلوا بزاف على اللاعبين، لان شوف كاينه واحد الظروف بعض اللحظات بحال الفنانين كتكون واحد الظروف نفسيه. راه الماتش راه ما كيكونش غير بالرجلين، راه الماتش كيكون ايضا حتى بالمخ وبالعقل. دونك الجمهور خصو يعرف بان الكره راه فيها الربح وفيها الخساره، وتقدر تكون الخساره بواحد الطريقه تافهه ويعني وما نتقبلوهاش. ولكن انا الروح الرياضيه خصها تكون، اللعابه ديالنا خصنا نشوفوا نكونوا عقلانيين شويه، نبردوا من العاطفه، ومن بعد نقولوا اشنو هما الهفوات اللي داروا، اشنو هما نقاط الضعف ديالنا، شنو هما نقاط القوه ديالنا، وبلا ما ندخلوا في اننا نعايروا الناس ولا شي حاجه. لان حتى ذاك اللاعب راه حمل القميص ديالو وتما في التيران حتى عليه الثقل ديال 40 مليون، راه ما سهلاش يعني. دونك وحنايا كنبقاو نتفرجوا كنقولوا لا كان يدير لها هكا، لا راه في ديك اللحظه راه ديفو ما كنفكروش، كتكون لا رياكسيون يعني سخونه. كنت نتمنى ان الفريق الوطني يوصل للنهائي ويلعب ضد الجزائر ولا ضد مصر، لان هاد الفرقين عجبوني بجوج. ولكن اش غادي نقول لك، انا كنتمنى حظ سعيد للعابه، وكنقول لهم كنحييكم على الروح القتاليه، واللي ما كانش في نهاره كنتمنى انه يشتغل على نقاط الضعف ديالو، وتكون واحد اون غوميز اون كيستيون ديال تو الموند. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.